امر مهم جدا. كابتن ايمن اشرف كمان حاول ان احنا نسجل ناخد منه كلمتين. كابتن ايمن وروكا، كابتن ايمن الثلاثيه ده مجهود كبير، وكل مره ما بنتكلم على الثلاثيه لان احنا محقين دوري، محقين دوري ابطال افريقيا، وكمان محقق بطوله كاس مصر، ده امر مهم جدا يحسب لكم ويرجع لكل لعيبه النادي. الحمد لله طبعا بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده. بطوله غاليه طبعا، غايبه عن النادي بقالها كتير برضو. الحمد لله قدرنا ناخد البطوله، يعني ثلاث بطولات مهمين السنه دي، وان شاء الله نحقق البطولتين الباقيين ان شاء الله. توفيق ربنا النهارده في ضربات الجزاء ده على كل اللعيبه، وده امر مهم جدا، لكن في الاخر يا كابتن ايمن ادام الكاس دخل دولاب بطولات النادي الاهلي هي دي الفرحه وهو ده الهدف. شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ لسه عندنا بطولات كتيره، النادي الاهلي ما بيكتفيش بالبطولات يا كابتن ايمن. طبعا وارد طبعا ان اي حد يضيع ضربات جزاء، لكن المهم زي ما انت بتقول ان البطوله دخلت النادي، ده الاهم في الموضوع، لان كلنا فرقه واحده وكلنا تيم واحد. يعني انا ضيعت وقفش اضيع، لكن شلناه الحمد لله صد، وقدرنا زي ما بقول لك احنا تيم واحد، قدرنا الحمد لله ناخد البطوله في الاخر، لان احنا كلنا اجتهدنا وتعبنا الفتره الاخيره. كان في ضغط ماتشات في الفتره الاخيره، لكن الحمد لله اللعيبه كانت رجاله وعلى قد المسؤوليه الحمد لله. رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي مصر وعنده هدف كبير وعنده ثقه كبيره جدا فيكم ان الفتره الجايه تكون كلها من نصيب النادي الاهلي. طبعا يعني في الاول طبعا بشكرهم، بشكرهم على الدعم والمسانده الدايمه يعني في ظهرنا، وببارك لهم طبعا على الثلاث بطولات، وان شاء الله بنقول لهم ان احنا هنقاتل على كل بطوله. الفرقه كلها يعني كل الاسماء اللي موجوده، اللي بيلعب واللي ما لعبش واللي لسه هيلعب، كلنا هنقاتل على كل بطوله وعشان نفرحكم ان شاء الله. مبروك.